وللتعليق على التعديل الوزاري معنا الكاتب الكبير أستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير الأسبوع. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بك. وتعليقك على التعديل ربما يعني التعديل جاء مفاجئا إلى حد كبير، هل كانت لديكم أي مؤشرات عن أنه هناك تغيير أو تعديل وزاري في الأيام المرتقبة، ولا كنا متوقعينه بعد الانتخابات أو ربما بعد مؤتمر دعم اقتصاد مصر؟ يعني الحقيقة منذ فترة من الوقت والحديث يدور على أن هناك تغييرا وزاريا محدودا سوف يزلقه تغيير للمحافظين. بعد تغيير المحافظين ربما ترددت معلومات مناقضة قالت ربما يكون التعديل الوزاري في أعقاب الانتخابات البرلمانية، ولكني في اعتقادي أن القرار الذي اتخذ بهذا التعديل كان قرارا مفاجئا، لكنه قرار من الأهمية بمكان، لأنه تناول إضافة عدد من الوزارات الهامة، وفي نفس الوقت أيضا استطاع هذا التعديل أن يحقق يعني بعض آمال الجماهير في عدد من الوزارات المعنية، ولكن في كل الأحوال لا نستطيع أن نقول بالفعل إلا أن هناك عدد من الوزراء الذين تم إبعادهم، كل منهم قد أدى دوره على قدر المستطاع، وبالذات الحقيقة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، هذا الرجل الذي يعني تصدى بكل حسم وبكل قوة لمخططات الإخوان. طب وتعليق حضرتك على تعيينه مستشار لرئيس وزراء للشؤون الأمنية بدرجة نائب رئيس وزراء؟ يعني هذا أولا يعني تأكيد على دوره الوطني الذي قام به في الفترة الماضية، وأنا أريد أن أذكر لك إحدى الوقائع عندما أعاد اللواء محمد إبراهيم أقسام التطرف الديني والإخوان إلى جهاز الأمن الوطني في شهر مارس 2013 أثناء محمد مرسي، يعني أحدث مرسي معه أزمة حقيقية، وعندما رفض محمد إبراهيم التراجع عن إعادة بناء جهاز الأمن الوطني بهذه الأقسام الجديدة، اضطر خيرت شاطر أن يسير مظاهرة من السلفيين بقيادة أحد السلفيين وهو حسام البخاري لتذهب إلى مبنى الأمن الوطني في مدينة نصر وترفع راية القاعدة وتطالب بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. لذلك الحقيقة أنا أستطيع أن أقول أن اللواء محمد إبراهيم ربما طبعا أي عمل فيه سلبيات، ولكنه أدى دوره الوطني بإخلاص وشرف وواجه الإرهاب، وكانت لديه من القوة ومن الجرأة ما جعله يلعب دورا مهما في الفترة الماضية. اللواء مجدي عبد الغفار أيضا هو الذي بنى جهاز الأمن الوطني عندما اختاره اللواء منصور عيسى وزير الداخلية بعد ثورة 2011 رئيسا لجهاز الأمن الوطني. هو رجل معروف بالحسم والأفق السياسي والقدرة على اتخاذ القرار، وهو استطاع بالفعل في فترة ما بعد ثورة يناير وما بعد هدم جهاز أمن الدولة أن يعيد بناء جهاز الأمن الوطني في ظروف غاية في الصعوبة، ونجح بالفعل في أن يضع أسس هذا الجهاز الذي بدأ يستعيد عافيته بعد ذلك. بشكرك جدا أستاذ مصطفى بكري، وننتقل إلى أستاذ محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمود مسلم أهلا بك. أهلا يا أستاذة دينا. أهلا بحضرتك. ربما كنت من الأقلام اللي طلبت مرارا وتكرارا بتغيير وزير الداخلية، تعليقك النهاردة على هذا التغيير اللي ربما جاء يعني في حسم وجرأة يقظة سرعة مفاجأة رغم توقعات الكثيرين بهذا التغيير، ولكن موعده كان مفاجئا، تعليقك على مطالباتك تحديدا يعني من واقع مطالباتك تغيير وزير الداخلية؟ يعني خلينا نقول ان التغيير تميز او اتسم بالمفاجأة، كل الناس ارتكنت ان 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 الوزراء لن يطولهم التغيير قبل الانتخابات البرلمانية، وانا اعتقد ان هي يعني قرار جريء من الرئيس السيسي باجراء تغييرات، اعتقد ان الامور كانت في امس الحاجه اليها. طبعا انا رايي ان اهم تعديل في هذا
في هذا التعديل هو تغيير وزير الداخلية، مما لا شك فيه أن رغم تقديرنا للرجل اللواء محمد إبراهيم، لكن هناك يعني سلبيات عديدة، وهناك مشاكل عديدة في الإدارة الأمنية للشرطة، رغم ما يقدمه هذا الجهاز من تضحيات كبيرة وشهداء في سبيل الوطن يوميا، لكن على مستوى الأداء كان في عدم كفاءة. طيب ممكن تقول لنا انطباعاتك عن اسم الوزير الجديد لواء مجدي محمد عبد الغفار وهو قادما من جهاز الأمن الوطني؟ يعني برضو اتجاه انه يجي حد من الأمن الوطني ممكن يدل على ان الان انت بتواجه مشكلة إرهاب وهي لها الأولوية الكبرى، وبالتالي ده يدل ان في يعني تغير في السياسة الأمنية، وبيحط مشكلة الإرهاب على أولويات الأمن المصري في الفترة اللي جاية، وقد يكون أيضا مشكلة المعلومات في كثير من